طيب نتكلم عن الفيكست سبورت. الفيكست سبورت هي الموست ريجيد سبورت تايب. ليش الموست ريجيد؟ لانه عليها رياكشن باتجاه الاكس وعليها رياكشن باتجاه الواي، يعني الحركة باتجاه اكس ممنوعة والحركة باتجاه واي ممنوعة، وعليها رياكشن مومنت كمان. الريجيد جوينت او الفيكس سبورت بتعارض الدوران، يعني الترانزيشن باتجاه واي ممنوع بالاكس ممنوع، والدوران عند هاي النقطة كمان ممنوع. يعني عند هاي النقطة عندي رياكشن سوري اف واي، وعندي اف اكس، وعندي كمان مومنت. تمام. فانا لما اجي اطبق الايكوليبريم ايكويشنز عند هاي النقطة حيكون عندي سميشن اوف اف اكس يساوي صفر، والاف واي يساوي صفر، وسميشن اوف مومنت يساوي صفر. حيكون السكيماتيك دروينج بالنسبة إلي للفيكست سبورت حيكون منبر طالع من يعني السبورت تشبه زي الجدار، يعني عشان يبين لك إنها ريجيد وعليها رياكشن لكل إشي، للإف إكس للإف واي والمومنت. تمام. أو حنرسمها مثل هيك. هاي هي الفيكست سبورت. اوكي، خلينا ناخذ ملخص سريع عن اللي حكيناه لحد الان عن الرولر والبن والفيكست. تمام. بدايه عندنا الرولر، السكيماتيك دياجرام له كالاتي، شكل دائري. اي شكل دائري بيعبر عن الرولر. حكينا عليه فقط رياكشن واحد بالاتجاه العمودي مع السطح الملامس اف واي. تمام. وحكينا انه الحركه بالاتجاه اكس مسموحه. تمام. ما بمانعها. لازم يكون عندك مثلا بن سبورت بنفس البيم عشان يمنع الحركه الافقيه. تمام. وعندنا الروتيشن مسموح على الرولر. ثاني شيء عندنا البن سكيماتيك دياجرام له مثل هيك، شكل مثلث مش دائري، حيكون في سطح مستوي، سطح يعني له considerable length مع السطح الملامس. حيكون عندي two reactions اف واي و اف اكس. تمام. الحركة باتجاه اكس ممنوعة والحركة باتجاه واي ممنوعة، مقاوم، يعني عشان هيك عندنا two reactions. الروتيشن مسموحة. تمام. اخر شيء عندنا الفيكست سبورت، حيكون عندنا السكيماتيك دياجرام لإلها كالآتي مثل ما حكينا. حيكون عندنا رياكشن بالاف واي ورياكشن اف اكس. تمام. وحيكون عندنا بما انه هون ممنوع الدوران، روتيشن از نوت بيرميتد، حيكون عندنا رياكشن للمومنت. تمام. يعني هون صف عندنا 3 رياكشنز، الرولر عندنا 1 رياكشن، البن عندنا 2 رياكشن، الفيكست عندنا 3 رياكشن اف اكس اف واي، وبمانع الدوران المومنت. اوكي. طيب هلا فرضا مثل الكيس اللي عندنا هاي كانتيليفر بيم، حيكون عندنا شكل المومنت دياجرام كالاتي. المومنت حتكون عندنا قيمة المومنت اللي عند الفيكس سبورت اللي هي بنطلعها من معادلة summation of m يساوي صفر. تمام. حيكون مثلا الفورس اللي عندنا هون assigned على البيم يساوي لقيمة الام هاي لكن عكس الاتجاه، لحتى تصير summation of m يساوي صفر. حيكون عندنا المومنت دياجرام كالاتي. اول اشي اعلى قيمة عند الفيكس سبورت. تمام. بعدين بينزل شوي شوي لما يوصل لصفر عند طرف البيم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. ان شاء الله حنبلش بستركتشرز 1 انشاءات 1. حنبلش بموضوع الديتيرمينسي والانديتيرمينسي للبيمز والفريمز والتراسز.
كان معكم مهندس إبراهيم عبد الله، ويعطيكم ألف عافية، نشوفكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله.